تحتفل جماهير شعبنا بالذكرى 40 لحرب تشرين التحريرية التي قادها الخالد حافظ الأسد، والتي شكلت تحولاً كبيراً في حياة أمتنا العربية ومنعطفاً أساسياً في الصراع العربي الصهيوني. بعد قيام الحركة التصحيحية المباركة بقيادة القائد الخالد حافظ الأسد، تم الاستعداد للحرب من خلال بناء القدرات العسكرية وتأهيل المقاتلين عقائدياً وعملياً حسب كل اختصاص، وتدريبهم على استخدام الآلة العسكرية الحديثة بهدف التصدي لغارات العدو الجوية ولطيرانه المعادي، حيث امتلك المقاتلون مهارة استخدام السلاح والتعاون مع المقاتلين الآخرين بهدف تنفيذ المهام المطلوبة منهم. في هذا اليوم الأغر في تاريخنا العربي المعاصر، الذكرى 40 لحرب تشرين التحريرية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد، لابد لنا من الوقوف على المراحل التي تم الإعداد لهذه الحرب. كلنا يعلم نكسة حزيران عام 1967 وما حققته أو وما أفرزته من إحباطات على كافة الأصعدة للعرب، فكان لابد للتفكير. طبعا بعد احتلال الأراضي العربية من قبل إسرائيل والدول الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فكان لابد من وضع خطة وإعداد خطة لإعادة هذه الأرض وإعادة الكرامة والعزة لسكانها ووصولهم إلى حقوقهم المشروعة. حافظ الأسد وحده الذي قرر حرب تشرين، وقد عرف أصدقاؤه الروس بذلك، ويبدو أن الغرب تحسس وعرف أنها ستكون حرب قادمة. كان الأثر الكبير في دحض مقولة العدو الذي لا يقهر وتحقيق النصر، ولقد أثبتت حرب تشرين مقدرة الإنسان العربي على مواكبة التطور العلمي، وأعادت له صورته الحقيقية أمام العالم، وصححت مفاهيم وحطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، ورسخت مبدأ ربط السلام والاستقرار في المنطقة بإنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي العربية وعودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، وأسهمت في تكريس ثقافة المقاومة ضد الاحتلال. تحضيرات حرب تشرين لم تكن بالسهلة أبدا، فتم التنسيق ما بين القيادة في سوريا والقيادة في مصر لساعة الصفر الذي حددت في الساعة 14 ساعة 2 من يوم السبت في 6 من تشرين. طبعا كان لهذا التوقيت له اعتبارات عسكرية واعتبارات أيضا سياسية، بحيث من حيث الاعتبارات العسكرية في ذلك التوقيت بالضبط قناة السويس تكون المياه فيها هادئة، وأيضا 6 تشرين كان شهر رمضان، وكان بالنسبة للإسرائيليين هو يوم الغفران. بما حققته من انتصارات رائعة على كافة الأصعدة على الصعيد العربي، حققت هذه الحرب أنها أعادت للمواطن العربي ثقته بنفسه، وأعادت له كرامته المسلوبة، وأعادت للعربي هويته. إن حرب تشرين أجبرت العدو الإسرائيلي على التراجع عن فكرة التوسع الجغرافي، وشكلت منعطفا مهما على صعيد الحد من القدرات الإسرائيلية وطاقاتها، كما تركت بصماتها على النظام الدولي. العقيدة القتالية للقوات المسلحة السورية هي موجودة منذ تأسيس الجيش العربي السوري، وكان لابد من تطوير هذه العقيدة وتحديثها بما يتناسب مع الحرب الحديثة المقبلة مع الكيان الصهيوني، ومن أجل مواجهة آلة الحرب الصهيونية والتفوق عليها. فكان من أولى الإنجازات التي حققت على هذا الصعيد أن تم التدريب العلمي والعملي والممنهج لقواتنا المسلحة، بالإضافة إلى
الحصول على أسلحة متطورة تواجه العدو الإسرائيلي بما يمتلك من قوة وأسلحة متطورة من خلال الدعم الإمبريالي لهذه العصابة الصهيونية. حيث أسست حرب تشرين المجيدة استراتيجية جديدة استطاعت من خلالها سوريا أن تكون حاجزاً مانعاً للمشاريع الغربية والصهيونية في المنطقة، كما أن الحرب أسست للمقاومة العربية في فلسطين ولبنان والعراق. استبدل مفهوم الحرب التقليدية بالحرب حرب المقاومة، وبدأت بالاستنزاف بعد حرب تشرين مباشرة. بدأت بحرب الاستنزاف، كانت خندق انطلاق حرب الاستنزاف لحرب المقاومة الشاملة والتي كحل بها حافظ الأسد عينيه وهو يغادر الأرض إلى السماء بنصر المقاومة سنة 2000. إن حرب تشرين أظهرت أن المحور الذي تقوده سوريا هو محور الحق العربي، ولا سيما أن التحالفات التي أقامتها سوريا اليوم في ربط الزوايا الإقليمية وبناء علاقات متينة واستراتيجية مع الدول الصديقة تؤكد أن سوريا أصبحت اليوم حجر الزاوية للعلاقات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط. لقد كانت حرب تشرين التحريرية نقطة تحول بارزة. إذا نظرنا إلى ما قبلها وما بعدها لوجدنا أن هناك تغيرا في المجالين السياسي والعسكري، وتغيرا في المجالات الإقليمية والدولية، ولن تعود الأمور كما كانت عليه قبل حرب تشرين. عندما بدأ التحضير لحرب تشرين، قبل كل شيء بدأ بتحضير مساحة العمليات، بتدريب القوات المسلحة، استيعابها للسلاح الجديد، حيث أن الجندي العربي السوري المقاتل الذي هو مثال المقاتل في العالم، وليس بتقييمنا نحن بل بتقييم معهد الاستراتيجيات في العالم، حيث قيموا الجندي العربي السوري أنه من أشجع وأفضل المقاتلين في العالم لما يتميز بها من خصائص كما تحدثنا عن سابقا، الوطنية والإخلاص والانضباط والإرادة، وهم شيء ما يميز هذا المقاتل هي الإرادة الصلبة والصبر أثناء العمليات القتالية. ومن مشاركاتي الشخصية في حرب تشرين التحريرية، كنت في إحدى التشكيلات المقاتلة في القطاع الشمالي، حيث قام تشكيلنا بإيقاف تقدم العدو على محور حرفة مزرعة بيت جن، وأوقعنا به خسائر فادحة في دباباته وجنوده، وأوقفنا تقدمه ومنعناه من متابعة التقدم باتجاه مدينة دمشق، واستمرينا في مقارعة العدو خلال حرب الاستنزاف بإنزال الخسائر في صفوفه وتدمير العديد من عتاده المدرع. ستبقى حرب تشرين التحريرية علامة فارقة في تاريخنا، وبطولة كتبها أبطال جيشنا بقدراتهم وشجاعتهم وتضحياتهم، وستبقى محفوظة في ذاكرة الشعوب وكتب التاريخ، وتنتقل ملامحها من جيل إلى جيل، مختزنة في عقول من شارك فيها أو سمع عنها، وسيبقى اسم تشرين منبتا للقوة والعزيمة ومصدرا للعز والفخر. فيا أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يا أحفاد خالد وأبي عبيدة وعمر وسعد وصلاح الدين، إن ضمير أمتنا ينادينا وأرواح شهدائنا تستحسنا أن نتمثل معاني اليرموك والقادسية وحطين وعين جالوت، وإن جماهير أمتنا من المحيط إلى الخليج تشخص بعيونها وأفئدتها إلى صمودنا العظيم، وكلها أمل وثقة بأننا إلى النصر سائرون.